عندي 50 عام. داك السيد جا عندي كل عندي مسمنة عامرة فيها فرماج، كان عندي 4 ماني ديال 86. أنا كنهضر فرونسي بطلاقة ولونجلي، ومع السوق تعلمتها اونيون توميتوس بابريكا بيرسيل. أنا أيوة شي تيقولك بأنني تنزيد على النصارى، ما خديت لا 50 درهم ولا 100 درهم، خديت 15 درهم ديالي أنا توما الأولين اللي جاتوني. السلام عليكم، لاباس بخير؟ الله يخليك. انا سميتي لطيفه النجاوي، عندي 50 عام. انا كنت في هذه الحرفه في 2017، كنت خدامه، كنت شاده واحد البليصه هنايا في الخنس. ديك الساعه باقي ما جديتش انا الحانوت، وكنت خدامه مع النصارى مع المسلمين، كندير بريوات مسمن مطلوع اللي كتب الله. ايوا سيدي، بقيت خدامه. الناس تيجيو عندي قبل كورونا، كانوا تيجيو عندي شي ناس مورا كورونا تيسولوا عليا، كيجيو يتصوروا معايا ويمشيو فحالهم، شي يتقدى وشي ما يتقداش، كنصرف عادي كأيها الناس. وبالنسبة للونجلي، راه لونجلي تهضر بها شوية، لأن بالنسبة لهذا للبيع والشراء، كنتعامل مع الناس بالبيع والشراء. هذاك السيد جا عندي قال لي واش ممكن نصورك؟ كلا عندي، كلا عندي مسمنة عامرة فيها فرماج كاري وزيتون وكاس ديال أتاي، وكلا عندي. قال لي واش ممكن نصورك؟ قلت لي صور عادي، كلا جا عندي كنقول لي صور عادي، أنا ما عنديش المشكل. واحد النهار حتى كنلقى راسي طلعت في اليوتيوب وبنت في الانستغرام. انا ما كنتش عارفه لهادشي وما كنتش عارفه عليه، وهادشي اللي كتب الله. تكون هكاك شي 3 شهور 4 شهور. ديك الساعه يلا بديت هنا، يلا جديت هاد الحانوت وبديت هنايا. انا عندي 4 ماني ديال 86. انا قريت، كنت بنت مراكش، انا بنت بريمه اصلا، وقريت في الرباط، كبرت عند عمتي لان الوالد كانت توفات الوالده، ومشيت عند عمتي وقريت تما. عرفتي قريت الرباط كتكون شويه مزيره، وكانت الاستاذه ديال الفرنسيه كتقول لنا بزمنكم تهضروا الفرنسي. انا كنهضر فرنسي بطلاقه ولونجلي شويه، ومع السوق تعلمتها، لان ما يمكنش نقول لعباد الله اجيو الدراري عافاكم قولوا لي اشنو تيقول السيد. كنتعامل معاهم شويه بطلاقه وبالعقل. وهذا الشيء اللي كاين في السوق من 2017 وانا هنايا. وعامين ديال كورونا حبس، مشيت خدمت في كازا عند شي ناس وعاودت رجعت. هاد الناس هادو اللي حدايا الله يعمر على الدار، ما خسروا معايا حتى شي حاجه، وخدو تيسرت اموري هنايا. وهذا الشيء اللي كاين. انا تصدمت، ما عرفتش راسي بان هذا المشكل بوقع، هو ماشي مشكل، هو رب ضارتنا فيها. ما عرفتش انايا واش تيقول لك بانني تنزيد على النصارى. هذه بالنسبه لي انا راه ثمن معقول، ثمن راه مزيره، ماشي شي حاجه. ما خديت لا 50 درهم ولا 100 درهم، خديت 15 درهم ديالي انا، وما كنقول شي حد عطيني ولا كنقول شي حد. اللي بغى شي حاجه تيعطيها ليا، ما بغاش بخاطرو. المهم هو المعامله. انا كنتعامل مع الناس بحال كاين نصارى، كاين يهود، كاين مسلمين. كي تنقول لهم راه الدين لله والوطن للجميع، ما كاينش المشكل. وهذا الشيء اللي عطى الله، حتى واحد ما جا عندي بحال انتوما الاولين اللي جاتوني. حتى واحد غير بالنسبه للكومنتيرات، لان كاين شي ناس كيقول لك لا بزاف استعلال قوري. لا ودي، راه بحكم بانه قاعد هنايا، والثمن ديال التصوير ما خديتوش من عنده، والله ما خديتو من عنده، ما خديتش من عنده حتى ريال. قلت لي، قال لي واش ممكن صور؟ قلت لي صورني. قال لي هادشي اللي كديري عجبني. قلت لي ما كاينش المشكل، هو برتغالي وكنت يديو بالانجلي. وبقيت تنهضر معاه، ما خديت حتى شي ريال، خديت الثمن اللي علاش شقيت انايا 15 درهم ديالي فقط، ما خديت حتى شي حاجه زياده. قلت لي هلا، هاو ار يو، ار يو فروم؟ قال لي من البرتغال. قلت لي اوبريغادو، اوبريغادو. قال لي ها ماش فور ذيس؟ قلت لي 15 درهم. قال لي اشنو فيها؟ قلت لي اونيون توميتوس بابريكا بيرسيل تشيز ان اوليف سبايسي ديليشيز. وياخذها من عندي كلاها. قال لي كاس ديال اتاي وانتي. قلت لي اوكي، خداها من عندي كاتسي تياكل. قال لي واش ممكن نصور؟ قلت لي تفضل، مرحبا، ويلكم. بقى تيصورني. هذا الشيء اللي كان، بقيت تنصح لي انا كيفاش القضيه. الحمد لله، اللهم لك الحمد، الحمد لله. كيجيو عندي النصارى، كيجيو عندي المسلمين، كلشي. اليهود حتى هما تيقول لي مفلطه،
الهنود تيقول لي شفاطي. تنقول لهم بحال دابا شي كلمات بالهندية، تنبقى نضحك معاهم تنقول لهم ماستا ماستا زعما راه زوينة بزاف، وتيبداو يضحكوا وتنتعاملوا مع الناس وهادشي لعطا الله. الفرنسي كندير فيه بطلاقة، ولكن لونجلي شوية، الصبليونية شوية، وكنتعامل مع الناس وهادشي اللي كاين. الفرنسي تندوي بيه، قال لي بونجور سافا اسكو بيان، كيسكو فولي دوموندي بوغ بويسكو فولي كيسكو فولي سا. قلت لي سا سي بيز، سا سي مسمن، سا سي كريب ماروكان افيك نوتيلا املو كونفيتور دو فريز اي سا. لونجلي تيقول لي هاماش، تنقول لي 15 درهم فور نوتيلا ايفريثينغ 10 درهم. وهادشي اللي عطا الله. الوليدات الوليدات انا تخلعت، قلت لي وقع لي ما وقع المول الطاكسي. لي جو وقفوا عليا صحاب الحال ويقولوا لي اش كاين، ها كاين زدتي على الكاوري زدتي على الكاوري. ولكن الحمد لله بان كنشوف ان الكومونترات الاغلبيه ايجابيه. انا ماشي مول الطاكسي، ما زدتش عليه بزاف، ماشي شي حاجه ماشي معقوله، ثمن معقول. وقلتها لي قلت لي واش هذا الثمن مزيان، قال لي مزيان. والنصارى تيجيو عندي، جاو عندي شي نصارى غير والباح، وانا نقول لهم واش الثمن، قالت لي راه جبنا لك الكليان، وانا نقول لها واش الثمن، دابا ندير لكم بروموسيون، تقول لا الثمن زوين ومعقول، علاش بغيتي ديري لنا بروموسيون؟ وجات تضحك القاوريه وهادشي اللي عطا الله. تيجيو عندي واحد السيد سميتو يحيى، كانوا جديد تحيه من جهتكم، واحد السيد اخر ما عرفتش سميتو، كيجيو عندي الناس. وكان جا عندي واحد الكيد، جاب عندي ثلاثه ديال الالمانيين، قعد تياكل عندي هنايا، وانا يقول لي بشحال، وانا نقول لي راه 10 درهم الوحده، قال لي علاش؟ غادي نمشي نجيب لك البريكاد توريست. قلت لي علاش بتجيب لي البريكاد توريست؟ اجلس انا هذا هو الثمن اللي كاين. انا اذا كانوا نصارى قاعدين كنحسب لهم 10 درهم. ويقول لي غنمشي، لا غادي تحسبي لي فئتي ومسمنه. ويقول لي علاش؟ قلت له اودي راه هذا هو الثمن. وانا قلت عرفتي اش بدا؟ كيجي عندي واحد الكيس سميتو يحيى، راه كيعطيني مسكين بلوفه، وفعلا كيدي عندي جوج مسمنات مقردين كنصايبهم لهم، كيعطيني 20 درهم ولا 25 درهم بعض المرات. ولكن هذا السيد وقيت معاه مشكل غير هو بوحدو، من القياده الاخرين راه تبارك الله ما شاء الله عليهم. بعض المرات يقول لي تسيري الله يسهل عليك، الا كان شي حاجه راه نجيبوها حتى لعندك. وهذا الشيء اللي عطى الله. انا كنفيق اسيدي مع الثمانيه، كنبدا هنايا يلاه تنسالي، كندير مطلع بحال هكا كيشتي، كندير الحرشه، كندير مسمن، كتوصل جويه 11 كيتحركوا شويه النصارى، كنبدا مسمن عامر. المسمن عامر انا كيتمشى ليا بزاف، تندير فيه البصله، وتندير فيه هذا الفلافل الحمرين وخضرين، وتندير شويه ديال الشحيمه. وملي كيبغيو كنقول لهم واش كنقترح عليهم واش نصيب لكم فرماج الزيتون ولا غير بوحدو. كاين اللي تيبغي يديها بوحده كنحسبها ليه ب 10 درهم، كاين اللي تيديها بالفرماج والزيتون وكاس ديال اتاي كنحسبها ليه ب 15 درهم. هذا هو الثمن اللي دايره، هادشي اللي كاين. تكون هذيك شي 10 ونص 11 تاع الصباح، لقى باقي لقن شويه خاوه جا عندي وصور وما كاينش، انا اللي جا عندي تيصور. مرحبا سيدي، العين والراس. مجلة لالا العروسة، أخبار حصرية بجودة عالية. لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار.